بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أصدقائي متابعي ومشتركي قناة إضافات في فيديو جديد نتابع فيه بيان أطراف التوصيل للوحة IBAXL. بدءا من الزاوية العلوية للوحة، حيث تكون أول نقطة على يسار مجموعة التوصيل هي نقطة توصيل الخط الأرضي أو الإير، حيث نقوم بتوصيل هذه النقطة بالخط الأرضي لخزانة التحكم والتي بدورها متصلة بالخط الأرضي للمبنى. والنقطة التي تليها هي مصدر الطاقة زائد 24 فولت، وهي التي تزود المؤشرات الداخلية والخارجية بالجهد المناسب، بالإضافة إلى إشارات التحويل ومستوى الطابق وغيرها من الإشارات الأخرى. أما النقطة التي تليها وهي نقطة الألف، فهي الطرف الثاني لتغذية الطاقة ناقص 24 فولت. والنقطة 10 فولت اي سي هي الطرف الأول لتغذية اللوحة بفولتية أو جهد 10 فولت اي سي. والنقطة الثانية 10 فولت اي سي هي الطرف الثاني لتغذية مصدر الجهد 10 فولت اي سي، وبدونها لا تعمل اللوحة، إذ أن هذان النقطتان هما مصدر التغذية لتعمل اللوحة بشكل صحيح. والنقطة 120 وهي نقطة توصيل نهاية الأمانات الرئيسية للصاعدة أو الكابين وبئر المصعد، بما فيها كبس التوقف الطوارئ للكابين وبئر المصعد وسويتشات نهاية المشوار العلوي والسفلي، وكذلك مراقب السرعة العلوي والسفلي إلى غيرها من الأمانات الرئيسية للمصعد. والنقطة 130 وهي مدخل أمانات الأبواب الداخلية للصاعدة أو الكابين، في حال كانت الأبواب الخارجية أوتوماتيكية، أو نقاط تلامس الشوكة للأبواب الخارجية إن كانت الأبواب الخارجية هي أبواب يدوية أو سوينج دور. والنقطة التي تليها وهي نقطة 140، وهي مدخل أمانات الأبواب الخارجية في حال الأبواب الأوتوماتيكية، أو نقطة تلامس أمانات الغال لوك للأبواب الخارجية في حين كانت الأبواب الخارجية أبواب يدوية أو سوينج دور. أما النقطة 150 وهي مدخل خط المحايد النتر في حال كان جهد الأمانات 220 فولت أي سي، أو الطرف الثاني لجهد تغذية خط الأمانات، وبدونه لا تعمل دائرة الأمانات في اللوحة، وبالتالي يبقى المصعد متوقفا حتى وإن كانت جميع الأمانات مغلقة حتى يتم توصيل هذا الطرف. والآن ننتقل إلى الجزء السفلي من توصيلات اللوحة، ونبدأ بـ VK وهي مدخل طاقة لتغذية الكونتاكترات RF, RH والـ RD والـ RU، وهي كونتاكترات الاتجاه والحركة. وبعدها تأتي نقطة الـ RF وهي مخرج تغذية كونتاكتر السرعة البطيئة. ثم يلي مخرج RH وهو مخرج تغذية كونتاكتر السرعة العالية. وRD وهو مخرج تغذية كونتاكتر الهبوط. و
وأريو وهو مخرج تغذية كونتاكتر اتجاه الصعود. ثم بعد ذلك تأتي لدينا مدخل ومخارج أوامر فتح الباب، ونبدأ بKA وهي تغذية كونتاكتر فتح الباب. ويليها KO وهي مدخل تغذية كونتاكترات الفتح والإغلاق. أما النقطة KK فهي مخرج تغذية كونتاكتر إغلاق الباب. والنقطة R هي مدخل تغذية إنارة ومروحة الصاعدة أو الكابين. وآخر نقطة في مجموعة التوصيل هذه هي النقطة رقم 2 وهي مخرج لتغذية إنارة ومروحة الصاعدة أو الكابين. ثم نصل إلى المجموعة الأخيرة في نقاط التوصيل على لوحة IBAXF من دون اللوحة الطرفية، ونبدأ بالنقطة 190 وهي مشترك الطلبات في حال تشغيل الطلبات منفرد أي Simple Push Button، ويكون ذلك في تسجيل طلب واحد في كل مرة، وبعد الانتهاء من تنفيذ هذا الطلب يمكن تسجيل طلب آخر وهكذا. النقطة ذات الرمز 12 Busy Signal أي أن المصعد في حالة إشغال ولا يتم تسجيل طلب في هذه الحالة حتى تنفيذ الطلب الحالي، وتكون إنارة الكابين ومروحة الكابين مفعلة في هذا الزمن. ذات الرمز 31 في مجموعة التوصيل هذه فهي مخرج تفعيل سهم الهبوط على المؤشرات الداخلية والخارجية كذلك. النقطة التي بعدها هي ذات الرمز 32 وهي مخرج تفعيل سهم الصعود على المؤشرات الداخلية والخارجية. المرمزة ب 35 فهي مخرج تفعيل إشارة الحمل الزائد overload على المؤشر الداخلي للكابين. النقطة قبل الأخيرة في مجموعة التوصيل هذه هي النقطة ذات الرمز 39 وهي مخرج تفعيل إشارة خارج الخدمة أي out of service في حالة الصيانة التي تظهر على المؤشرات الداخلية والخارجية عندما يكون المصعد في وضع الصيانة. وأخيرا نقطة كوم وهي مشترك تغذية للنقاط 12 و39 و35 و32 و31، وتكون عادة إما ناقص 24 فولت دي سي أو زائد 24 فولت دي سي حسب المشترك الذي تعمل عليه المؤشرات الداخلية والخارجية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وكذلك على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولا ننسى الدعاء لأهلنا في غزة برفع الظلم عنهم.
وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى كل خير ويجنبهم كل شر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى فيديو جديد إن شاء الله تعالى.